السلام عليكم يا دكاترة، معاكم الدكتور أحمد حسن. إن شاء الله هنكمل تسجيلات أو سلسلة تسجيلات الفارماكولوجي بآخر سيكشن يا دكاترة، واللي هو الدراج سامبلز. معايا يا دكاترة؟ نبدأ الكلام بتاعنا ونقول أول حاجة، بسم الله كده، هنتكلم أول حاجة على السامبلز بتاعت الأوتونوميك نيرفس سيستم. أول سامبل عندنا يا دكاترة هيبقى الجينيريك نيم بتاعها اسمه النيوستجنين، يبقى الدواء اسمه نيوستجنين، هتلاقي الدواء بتاعها نيوستجنين. والتريد نيم بتاعها والاسم التجاني بروستجنين. طب ايه الميكانيزم في الاكشن؟ نفتكر مع بعض. النيوستجنين يا دكاتره كان تبع عيله الباراسمباسومايميتك. طب كان الباراسمباسومايميتك بيتقسموا الى دايركت واندايركت، فهو كان تبع مين؟ تبع الاندايركت باراسمباسومايميتك. فالميكانيزم الاولاني بتاعه، اول حاجه يقول لك انه عباره عن اندايركت باراسمباسومايميتك، هيعمل انهبيشن للكولين ستريس انزيم سواء كانت ترو او سودو كولين ستريس. ولما يعمل انهبيشن ترو او سودو كولين ستريس ده هيؤدي الى زياده الاستايكولين، لان كده الانزيمات اللي بتكسر الاستايكولين مش شغاله. النقطه الثانيه ان اكتشفوا ليه اذر ميكانيزم، وعشان كده بيقول ليه دول ميكانيزم. طب ايه الميكانيزم الثاني؟ دول يعني ميكانيزمين. الميكانيزم الثاني ان هو نفسه يقدر يقعد على النيكوتينيك ريسبتور في بعض التشو زي النيورو ماسكولار جنكشن ويعمل لها ستيميليشن. ونلخص، يبقى بيشتغل ازاي؟ قال لك بيشتغل بطريقتين او دول ميكانيزم. رقم واحد هو عباره عن اندايركت باراسمباسومايميتك، هيعمل انهبيشن للكولين ستريس انزيم فهيزود الليفل بتاع الاستايكولين عندك في الجسم. ثاني حاجه انه يستطيع انه يشغل النيكوتينيك ريسبتور دايركتلي. ايه سيميلار دراج ليه؟ زي دكاتره الفايزوستجنين، زي مثلا البايريدوستجنين، زي الادروفونيوم، زي مثلا الاميبونيوم. يبقى دي كلها امثله لادويه بتشتغل زي. طيب ايه الثيرابيوتيك يوزز بتاعته؟ قال لك الثيرابيوتيك يوز بتاعته هتقسمها كالاتي. اول حاجه حاجات خاصه بالسموث مصر زي مين؟ قال لك البوست اوبرتيف باريتيك ايرياس والاتوني بتاع بلادر. بمعنى ايه؟ قال لك بعض الناس مثلا بعد العمليه الانتستين تبقى تبطل تتحرك عندهم، يحصل ما يسمى باريتيك ايرياس، يعني يسمون انتستين مش بتتحرك. انت عاوز ترجع تخليها تتحرك. كلنا عارفين ان على السيرفس بتاعت السمول انتستين على السموس مصل في ام 3 ريسبتور، فانت لو اديت النيوستجنين هيقوم يوقف الكولين ستريس انزيم فيزيد الاستايكولين ليفل. فلما يزيد الاستايكولين ليفل يا دكاتره ده هيعمل لي ايه؟ قال لك الاستايكولين لما بيزيد الليفل بتاعه هيقوم يشغل ام 3 على السموس مصل، وتبدا السمول انتستين او الانتستين تبدا ترجع تعمل كونتراكشن. طب ايه تاني استدعيته؟ اتوني بزر بلادر. بعض الناس عندهم اليورينري بلادر مش بتتحرك بوست اوبرتيف، فتقوم تديهم النيوستجنين تبدا البلادر ترجع تعمل اليورينري بلادر ترجع تعمل كونتراكشن. الاستخدام التاني بتاعه يا دكاتره ويتش از المايسينيا جريفيس. وايه المايسينيا جريفيس؟ هو عباره عن مرض اسمه وهن العضلات، مرض في انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتقوم تهاجم الان ام ريسبتور على السيرفس اوف ذا سكيليتال مصر، فده بيؤدي ان مع الوقت بيحصل ويكنس اوف ذا سكيليتال مصر. فالحل تقوم تدي يا دكاتره نيوستجنين. النيوستجنين هيقوم يزود الليفل اوف ذا استايكولين، فلما يزود الليفل بتاع الاستايكولين تبدا السكيلتال مصر ترجع تعمل كونتراكشن. بالاضافه ان النيوستجنين ممكن يشتغل دايركتلي على الان ام ريسبتور اللي موجوده على السيرفس بتاع السكيلتال مصر، ويقوم يعمل لي ايه يا دكاتره؟ يزود الكونتراكشن بتاعها. تمام. يبقى ده الاسلام. الاسلام الثالث يا دكاتره انتي دوت في حالات الكومبيتيتيف نيورو ماسكر بلوكر. طب ايه الكومبيتيتيف نيورو ماسكر بلوكر؟ دي عباره عن ادويه زي ده اسمه دي تيبو كيوارين، بيطلعوها من نبات اسمه كيورير، بيجي يقفل لك الام ام ريسبتور وبيعمل سكيلت ماس ريلاكسيشن، بيستخدموه في الانستيزيا مع حالات مع ادويه التخدير. طيب فانت يا دكاتره عشان ترجع المصل ترجع تعمل كونتراكشن تدي نيوستجنين، فالنيوستجنين هيروح يزود يعمل يعني بيشن كولين ستريز انزيم يزود الاستايكولين ليفل، والاستايكولين يبدا يقوم لك الدي تي من على الريسبتور، وبالتالي يرجع يحصل سكيتا ماسل كونتراكشن. بالاضافه الى يعني يرجع يحصل سكيتا ماسل يرجع يحصل سكيتا ماسل كونتراكشن، بالاضافه الى ان هو نفسه بيقدر يقعد على الان ام ريسبتور، ولما يقدر يقعد على الان ام ريسبتور يا دكاتره يقوم يقوم لي الدي تي بو كيورين. يبقى هو بيقوم الدي تي بو كيورين بطريقتين، هو نفسه قاعد على ريسبتور وقوم الدي تي بو كيورين. ثاني حاجه يا دكاتره انه عمل ايه؟ اسمه ده؟
انه زود الاستايكولين ليفل، وده ادرى من زاد الاستايكولين ليفل ان اولوميتي تيوبكلورين. اخر حاجه السنيك فينوم، بعض الدكاتره سموم التعابين، بعض التعابين السم بتاعها بيبقى شبه الكيوريال كومباوند، يعني بيروح يقفلك الان ام ريسبتور كومبتيتيف، فلما يقفل الان ام ريسبتور كومبتيتيف يبقى الدكاتره محتاجين حاجه تقوي على سكيتال مصر. تمام كده يا دكاتره؟ ايه السايد افكت بتاعته؟ بتحصل اوفر اكشن لدكاتره نتيجه ايه؟ ان الاستايكولين زاد خالص، فيحصل لي مثلا نوزيا فوميتنج دايريا مسلسل اسفيك كونتراكشن، يحصل لي دكاتره ابدومينال بين وابدومينال كرامبس، يحصل لي في الاي سبازم في الاكوموديشن لاكريميشن كونجكتيفال كونجيشن، يحصل لي دكاتره سلايفيشن لاكريميشن نزيل سويتنج، ويحصل لي فازو دايتيشن وفلاشنج. على الكاردي فاسكولار سيستم يحصل لها هايبوتنشن، يحصل لها بريديكارديا افكت على الهارت وسنكو، ويحصل طبعا لكاتره برونكو سباز بسبب برونكو كونستريكشن وبلمونري ايديما. بالاضافه من الكومبليكيشن المهمه او السايد افكت المهمه بتاعته حاجه اسمها كولينيرج كرايسيس، ودي عباره عن ميكنس اند باراليسيس في السكيت المصري دي تو ماركت انكريس في الاستايكولين. تحصل ديبولاريزيشن جامد في السكيت المصري لدرجه ان مش عارف بعد وقت يحصل اكزوشن وتتعب ويحصل فيها ويكنس. ايه الكونتراديكشن بتاعته؟ في الجي اي تي ممكن تقول بيبتيك السر او اورجانيك اوبستراكشن، في الريسبيراتور ممكن تقول برونكيال ازمه. تمام، ممكن كونتراديكشن في حالات الكورونا انسفشنسي لانه بيعمل ديكريس في بلاد بريشر يقلل كورونا بلاد فلو، وطبعا كتر في حالات الهايبر هايبر ثايروديزم اسف هايبر ثايروديزم ايه؟ لكن ممكن يعمل لي اتر فايبريليشن وممكن لانه بيقلل الافكتيف ريفلكتور بيريود في الاي في نيدل اتريا. تمام كده يا كتره؟ نخش على العينه اللي بعديها واللي اسمها ايه؟ الجينيريك نيم بتاعها اسمه ابراتروبيا. طب التريد نيم اسمه اتروفنت. طب ايه الادويه ده؟ ده تبع ايه؟ قال لك ده تبع الاتروبين سبستيتيوت، هو عباره عن كومبيتيتيف ماسكرينيك بلوكر، يبقى ده ميكانيزم اوف اكشن. طب بيستخدم ازاي؟ بيستخدم باي انهاليشن. ايه الثيرابيوتيك يوز بتاعته؟ هو عباره عن دواء هيقفل الام سي ريسبتور، وبالتالي كده يحصل ايه؟ الاستايب ما يشتغلش على الام سي، وبالتالي يحصل ريلاكسيشن في السموث مسل. فلو واحد عنده برونكيال ازمه يحصل له ريلاكسيشن في البرونكيا سموث مسل وفشل صوت البرونكيا الازمه. والسبب في التريتمنت في مرض اسمه كورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او السي او بي زي. يبقى في هذه في المرضين دول الناس دول عندهم نقص في الاكسجينيشن عشان اير واي ضيق، فيعمل ريلاكسيشن في البرونكاي وبالتالي يزود الاير فلو وبالتالي يحسن الاكسجينيشن. سيميلر دراج زي مين؟ تايتروبيام. العينه اللي بعديها الجينيريك نيم اسمه ايه؟ هيوسين ان بيوتايد بروميد. طيب التريد نيم اسمه فيسكوفان، ده مشهور خالص. هو واحد بجد من اخوات الاتروبين. ماشي، والميكانيزم الاكشن بتاعه يبقى زي الاتروبين، يبقى كومبيتيتيف ماسكلينيك بلوكر. طب ايه السمر دراج للفيسكوفان؟ مثلا بروبنسلين. طب ايه استخدامات الفيسكوفان؟ الفيسكوفان اللي كان ده عباره عن دور حيوي في الماسكلينيك ريسبتور. وبالتالي هيعمل استايكولين يعمل اكشن بتاعه على الريسبتورز بتاعت الماسكلينيك منها اللي موجوده في الجي اي تي. وكان استايكولين لو اشتغل ام 3 نياب بيعمل لك سبازم كونتراكشن جامد في السموث مصر يعمل لك مغص. فعشان كده السيروتيك يوز بتاعته انه هيفل هناك الريسبتورز ويمنع الاكشن بتاع استايكولين يستخدم كانتي سبازموتيك. ممكن تقول برضه ممكن غير دي انتي سبازموتيك يا دكاتره. تاني هو ده الاستخدام الاساسي بتاعه انتي سبازموتيك خليه زي كده. ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ طبعا يا كاتره واحد من الاتروبين فركز بقى معايا. هيعمل دراينس في السكريشن زي دراي سكين ودراي ماوس ودراي ثروت، ويعمل دراينس في الاي سندي اي في العين يا دكاتره. بيعمل لي سايكلوبريجيا من حاجات مش خاصه بيعملها. طب ايه تاني؟ وبيعمل لي ميدراياسيس، ويعمل لي فوتوفوبيا. طب ممكن يعمل لي ايه في الجي اي تي؟ يعمل لي كونستيبيشن، يعمل لي يونيزيشن. طب ايه تاني ممكن يعمله يا دكاتره؟ على الكارديو فاسكولار سيستم يعمل لي تاكيكارديا، يعمل لي اريثميا، ممكن يعمل لي فيفر، ممكن يعمل لي فلاشنج في السكان. كونتر اندكيشن بتاعت اتوبين سبستيتيو دي معروفه خالص. اول واحد يا دكاتره ما ينفعش تستخدم في الجلوكوما خاصه نارو انجل جلوكوما. ما ينفعش تستخدمها يا دكاتره في تشيلدرن لان دول لايبل التوكسيك افكت بتاعته يحصل له فيفر. ما ينفعش تستخدم في حالات الجاستريك السر. ما ينفعش يستخدم في حالات البناين بصوت كان بيزن بيزود الاوبستراكشن، ما ينفعش يستخدم في حالات التاكيكارديا، ما ينفعش يستخدم في حالات اللي فيها بايوريك ستينوزس، في البايوريك ايلياس مش هينفع يستخدم. تمام كده يا كابتن؟ كده خلصنا العينه دي. نخش على العينه اللي بعديها واللي اسمها سالبيوتامول. طب السالبيوتامول يا دكاتره ده جينيريك نيم، التريد نيم اسمه فينتولين. الميكانيزم في الاكشن بتاعه؟ قال لك الميكانيزم في الاكشن بتاعه انه بيعمل ستيميوليشن للبيتا 2 ريسبتور اللي موجوده، فده بيؤدي الى لاكسيشن في السموث مصر. طب السيمون دراج زي التربيوتامين سالميترول ايه استخداماته؟ قال لك هو بيستخدم في البرونكيال ازمه
بيصرف الاكيوت اتاك ويتاخد باي انهاليشن. ممكن الدكاتره تدي اورال لو كان كرونيك، وكمان يا دكاتره في بعض الاحيان تنظم في السي او دي مش مهم قوي. ايه السايد افكت بتاعته بتحفظوها؟ 3 دي 4 اتش. 3 دي زي ايه؟ تريموس، تاكي كارديا، توريانس. طب توريانس بيحصل ليه؟ لان مع كتر استخدامه بيحصل داون ريجوليشن لبيتا 2 ريسبتور اللي موجوده في البرونكار. ماشي، طب التاكي كارديا بتحصل ليه؟ لانه مع الوقت هيعمل هاي بوتنشال فيحصل فيك تاكي كارديا البيتا 2. البيتا 2 دي هيكاترا ممكن تبقى موجوده في الهارت فتعمل استيوشن في الهارت وتعمل تاكي كارديا. كذلك هيكاترا مع استخدامه كتير بجرعات كبيره بيفقد السلكتيفيتي، ولما يفقد السلكتيفيتي يقوم يعمل استيوشن للبيتا 1، ولما يعمل استيوشن للبيتا 1 يعمل لي تاكي كارديا. طب ايه الاتشات؟ ممكن يعمل لي هيكاترا برونكيال هايبر اكتيفيتي نتيجه التورنس اللي حصل مع الوقت تلاقي برونكيال بيكاترا هايبر اكتيف. الحاجات اللي ممكن تحصل يا دكاتره غير برونكيال هايبر اكتيفيتي، ممكن يحصل لي ممكن يحصل لي ايه؟ هايبر ليبيديميا، هايبر جلايسيميا، وهايبوكاليميا. انت فاكر ما فهمتوش يا دكاتره؟ يبقى هي دي السايد افكتس بتاعته. تمام كده يا دكاتره؟ نيجي للعينه اللي بعديها واللي هي الجينيريك نيم اسمه بروبرانولون. طب التريك نيم بتاعه اسمه اندرال. ان كيس اوف اكشن عباره عن نون سيلكتيف بيتا ريسبتور بلوكر. بيف بيتا ريسبتور نون سيلكتيف. ايه سيميلر دراج؟ سيميلر دراج لدكاتره زي مثلا ميدولول، تايمولول، هو خلي بالكم ده فيرست جنريشن، بنتوبرولول، ده يعني دكاتره يبقى دي امثلته. ايه السبيلت يوز بتاعته؟ اي سايد افكت اوف هايبرتنشن مايلد مودريت. يو سايد افكت اوف ستيبل انجينا، كرونيك ستيبل انجينا نوت اكيوت انجينا. يستخدم في تريتمنت اريثميا زي سوبر فيتريكولار اريثميا، ويستخدم في ميوكارد انفاركشن، ممكن يستخدم يكتب في الهايبر سايدزم، ممكن يستخدم في الانكزايتي، ممكن يستخدم بروفلاكتيك في مجرين مثلا. دي ممكن استخدامات البروبرانول. ممكن يستخدم في تاني، ممكن يستخدم برضه في الحاجات اللي هي مثلا ديكريز بليدنج من حالات البورتال هايبرتنشن. معايا دكاتره؟ ديكريز بليدنج من الاستوجيا فاريسس من الدوالي المري في حالات البورتال هايبرتنشن. ممكن يستخدم فين تاني يا دكاتره؟ مثلا ممكن يستخدم ايه الاندرال؟ يستخدم مثلا في الديسكتنج اورتيك انيوريزم. طب ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ طبعا الادفيرس افكت بتاعته نون سيلكتيف يا دكاتره مشهوره خالص. ممكن يعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن. لا ممكن يعمل لي يا دكاتره ايه؟ برادي كارديا. ممكن يعمل لي سيكشوال امبيرمنت، ممكن يعمل لي هارت بلوك، ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن يعمل لي بوتنشيت الهايبوجلايسيميا بتاعت الانسولين. وماسك مانيفستيشن يا دكاتره بتاعت الهايبوجلايسيميا زي التاكي كارديا والترمز والبلبيتيشن. ممكن يعمل سليب ديستربنس، بعض الناس عندهم انسوميا يجي لهم، او ممكن يجي لهم ديستربنس في السليب. معايا يا دكاتره؟ هي دي امثله السايد افكت بتاعته. طب لما تيجي تسمع مره واحده يقول لك البيتا بلوكر ما تصابهمش مره واحده. ليه؟ لان استخدام الانتاجونست لفتره طويله بيحصل معاها ريسبتور اب ريجيوليشن. فانت لما تيجي تسحبه مره واحده العيان بترجع الامراض او الاعراض اللي كانت عليه زي الاول واسوأ. فبتلاقي عنده انجينا بقت ورسنت، بتلاقي هايبرتنشن بيزيد والارسيل اريزمي بتزيد عشان اب ريجيوليشن بتاع الريسبتور ممكن يحصل. تمام كده يا جدفه؟ هنبدا نتكلم دلوقتي على الكيمو ثيرابي. هنبدا نتكلم دلوقتي يا دكاتره على الكيمو ثيرابي، والسامبل دي مهمه خالص عندنا. الجينيك نيم بتاعها اللي هو السلفا ميسوكسازول وترايميسوبريم. طب التريد نيم باكيتراسين. طيب ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ركز بقى معايا. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها السلفا ميسوكسازول ده عباره عن انهبيتور اوف الداي هيدروبتروييد سينسيز انزايم. بينما الترايميسوبرين بيضرب الانزيس والداي هيدروفوليت ريدكتيز، وعباره عن كومباينيشن من دوايين بيعملوا شوت داون للفوليت اسيد باسواي او فوليك اسيد باسواي سينسيز. السلفا ميسوكسازول بيضرب الانزيم الاولاني في الباسواي الداي هيدروبتروييد سينسيز، الترايميسوبرين بيضرب الانزيم اللي اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز. طب ايه الايفكت بتاع اون بريجنسي؟ طبعا الادويه دي ما ينفعش يا دكاتره نستخدمها في البريجنسي لانهم تراتوجينيك مش كويسين في البريجنسي، ممكن يعملوا سباينال بيفيدر. بالاضافه يا دكاتره مش كويسين في البريجنسي والنيو بورن يا دكاتره ممكن يعملوا كيرنكتراس، ممكن يعملوا كيرنكتراس. طب ايه الثيرابيوتيك يوز بتاعتهم؟ قال لك بيستخدموا في الريتراكت انفكشن، ممكن يستخدموا في البكتيريا بروستاتيتس، ممكن يستخدموا في الجي اي تي انفكشن، بيستخدموا في السالمونيلا. تمام يا دكاتره بيستخدموا في الشيجيلا. تمام ايه الادفيرس افكت؟ قال لك ممكن يعملوا سكن راش، ممكن يعملوا نوزيا فوميتنج، ممكن يعملوا فوتو سنسيتيفيتي، ممكن يعملوا هيموليتيك امادولوجيك توكسيستي زي هيموليتيك انيميا، وزي ما قلنا في البريجنسي مش سيف ممكن يعملوا حاجه اسمها كيرنكتراس. تمام كده يا دكاتره؟
ايه الفاليو اوف كومباينيشن؟ طبعا هنا بيبقوا اثنين متضادين، ده تو سيكونشال ستيب في السيرتن باس واي، فده بيعمل سينرجيستك افكت، بيزود السبيكترم بتاعهم وايد سبيكترم، كل واحد لوحده بكتيريو ستاتيك، الكتير مع بعض بكتيريو سايتال، وبيقلل احتمال حدوث الريزيستنس. تمام تمام يا دكتوره؟ ماشي، نشوف العينه بعد. العينه بعديها ده واحد من الكينيونز او فلولو كينيونز واللي اسمه سيبروفلوكساسين، كنت لدي اسمه سيبروسين. الكيس اوف اكشن بتاعه ايه؟ بص كده، ده بيضرب الفانكشن بتاعت الدي ان ايه، وان هو يتكاثر الريبليكيشن، وبيضرب كمان الترانسكريبشن بتاع الدي ان ايه. طب ليه؟ لان الدي ان ايه موجود يتكاثر اثناء ما بيتفك بيتعقد، ومحتاج انزيم تفك العقد اسمها توبو ايزوماريز، زي توبو ايزوماريز 2 دي ان ايه جايريز او توبو ايزوماريز 4. فبرع عن دواء هيمشن البكتيريا توبو ايزوليز 2 و4، وبالتالي ضرب الدي ان اي ريبليكيشن، ضرب الدي ان اي ترانسكريبشن، السبيكتروم اوف الاكتيفيتي بتاعته كده. طبعا ده ليه وايد سبيكتروم اوف الاكتيفيتي، ده بياخد جرام بوزيتيف وبياخد جرام نيجاتيف، بياخد برضو اورجانيزمات زي التيبيكال بكتيريا هما كلاميديا والشله دي، وبياخد برضو السودوموناس. تمام، ايه السبيكتروم كيوز بتاعته؟ اكتب حاجات كتير، انفلونزا انفكشن في البروستاتيتس، ده صديق الصدور والترمسالك، في سيكشوال ترانسميتد ديزيز زي الجونوريا، ممكن يسبب في بكتيريال دايريه زي الاش ترافلر دايريه او الشيجيلا او السالمونيلا او التيفويد فيفر يعني، سوف بون انفكشن، جوينت انفكشن، سوفت تيشو انفكشن، ريسبت تراكت انفكشن برضه، ويستخدم برضه بروفلاكتيك اجست انفكشن في نيوتروبينيك بيشنت. ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ طبعا من نوزيا فوميتنج ودايريه، هيديك وديزنس، ممكن يعمل لها كاترة ايه؟ فوتو توكسيستي او فوتو سنسيتيفيتي، ممكن يعمل لها اكيوت رينال فيلير، هيباتيك دامج يا دكاترة، من الحاجات اللي ممكن يعملها يعمل دامج اوف ذا جروينج كارت اللي شاشة كيف 10 سنين في واحد اقل قبل يعني 18 سنة. تمام كده يا دكاترة؟ من الحاجات السايد افكت بتاعته المشهورة. طب اللي يوز تشيلدرن لازم تبقى افويد عشان بيعمل دامج اوف ذا جروينج كارت ليش؟ تمام كده؟ العينة اللي بعديها الجينيريك نيم هو اموكساسيلين كلافيولينيك وات ريد نيم اوجمنتد. ايه الميكانيزم بتاعه؟ ده عباره عن ادويه. الاموكساسيلين ده واحد من البيتا لاكتام انتي بيوتيك بيضرب السنسس اوف البكتيريا السيلول عن طريق انه بيضرب بيلزق حاجه اسمها بنسلين بايندينج بروتين، فبيمنع الترانسبيبتيديشن رياكشن اللي بتحصل للبيبتايد جلايكان سب يونت، فمفيش ترانسبيبتيديشن رياكشن، فالقوه او السترينث بتاعت السيلول بتبقى لوست، وبيحصل دمج في السيلول، وبالتالي كده السيلول بتاعنا باظ بتاع البكتيريا، وده يخليها تموت. مشكله الاموكساسيلين يا كابتن انه بيتكسر بانزيم بيطلع بكتيريا اسمه بيتا لاكتاميز، فعشان كده حطيت معايا دواء تاني اسمه كلافيولينيك، هو عباره عن بيتا لاكتاميز انهبيتور، فبيمنع تكسير الاموكساسيلين. سيميلر دراج زي امبيسيلين سالبكتام الكوبانيش ده اسمه نيونسين. ايه استخداماته؟ قال لك يستخدم في تريتمنت اوف ريسبيرتوري تراكت انفكشن زي السينوسايتس وتايتس ميديا وفارينجيتس، يستخدم في تريتمنت اوف تايفويد فيفر، يونت تراكت انفكشن، يستخدم في التريتمنت بتاعي يا دكاتره مثلا ممكن المنينجيتس برضه ممكن يفيد، اوتيتس ميديا يفيدني، سكين اند سوفت تيشو انفكشن. تمام كده يا دكاتره؟ ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ الجي اي تي بيعمل لي دايريه، ممكن يعمل لي دكاتره في هاي دوز يعمل لي ممكن يعني سيجر في بعض الناس، نيورو توكسيستي، ممكن يعمل لي اشهر سايد افكت لي هايبر سيستيفتي رياكشن، ممكن يعمل لي انفلكتيك شوك حتى. تمام كده يا دكاتره؟ ايه الفاليو اوف كومباينيشن؟ لما تحط طبعا الكلافيولينيك بيعمل انهبيت الميتابوليزم او الهيدروس بتاع الاموكساسيلين باي بيتا لاكتاميز، فده بيزود السبيكترم بتاعه وبيحسن الافكت بتاعه. تمام، العينه اللي بعديها الجينيريك نيم اسمه سيفترايكزون، هو عباره عن سيرج جينيشن سيروس فورين التريد نيم روسيفن. ايه الميكانيزم بتاعه؟ نفس اللي فات، انهبيت السيلول سينسز باي بايندينج تو بنسلين بايندينج بروتين، انهبيت الترانسبيبتيديشن رياكشن اللي موجوده بتحصل في الترانسبيبتيديشن رياكشن اللي موجوده اللي بتحصل في بتوين البيبتايد جلايكان سب يونت، وبالتالي بيحصل دامج في السيل وول ولوس. ايه سيميلر دراج؟ ده سيرج جينيشن، تقول امثله من سيرج جينيشن، سيفوتاكسين، سيبرازون، سيرتازيدين. ايه استخداماته؟ بيستخدم في التريتمنت اوف رقم واحد دراج اوف تشويس في التريتمنت اوف سيكشوال ترانسميتد ديزيز زي الجونوريا. برضه كده يستخدم دراج اوف تشويس في تريتمنت اوف غير سيشوال ترانسميتد ديزيز زي الجونوريا، في تريتمنت اوف مينينجيتس، يستخدم في تريتمنت اوف تايفويد فيفر. معايا يا دكاتره؟ لازم تعرف ان ده بيقتل الكيس بس مش بيقتل الكارير برضه. تمام، يستخدم في تريتمنت اوف ايه؟ فارينجيتس وتونسلايتس وسواتي تراكت انفكشن وكوميونيتي اكوايرد نيمونيا. الادفيرس افكت بتاعته دايريا، ممكن يعمل لي نيفروتوكسيسيتي، ممكن يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ممكن يعمل لي مصل ثرومبوفليبايتس ومصل بين افتر انجكشن. سبيكتروم اوف الاكتيفيتي ده يا كاتر بيشتغل مني مور على الجرام نيجاتيف ليس على الجرام بوزيتيف. لازم تعرف انه ما بيقدرش نوت افكتيف اجينست النيرسا وليتل افكت اجينست الانارو،
وكمان يا دكاتره حاجات مهمه فيه انه الريزيست البيتا لاكتاميز اكتر من الفيرست اند سكند جينيريشن. العينه اللي بعديها اسمها ايه؟ الامينيم اند سيلاستاتين واسمه طينيان. ده دواء مضاد حيوي قوي قوي. الامينيم يا دكاتره ده تبع الكاربابينيم، وده عباره عن دواء بيعمل انهبيشن اوف السيرول سينسس باي بايندينج للبنسلين بايندينج بروتين، بيمنع ترانسبلانتيشن رياكشن بتوين البيبتايد وجلايكان سابيونت، ويحصل سيرول ديس وبكتيري سايد سيرول دامج وبكتيري سايد. ولكن مشكله الامينيم يا دكاتره انه في الكيدني بيتكسر بنزيم اسمه دي هيدروبيبتايدز، فعملت السيلاستاتين عشان ده انهبيتور رينال دي هيدروبيبتايدز. طب اسم الدراج الميروبينيم ايه بقى السيرتيك يوز بتاعته؟ قال لك السيرتيك يوز بتاعته يستخدم في التريت اوف انسكت انفكشن، في سكين اند سوفت تيشو انفكشن، في البون انفكشن يا دكاتره، افكتيف اجينست السودومونس، نوزوكوميال انفكشن يفيدني، سكين سكين انفكشن، انترا ابدومينال انفكشن. معايا؟ ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ نوسيا، فوميتنج، ودايريا، وكذلك سيجر. اشهر سايد افكت بتاعته، بيعمل سيجر. ايه الفاليو اوف كومبانيشن؟ زي ما قلنا السياستاتين انهبيت الانكتيفيشن اوف الامينيم في الريتيبيوز بواسطه الرين انتي هيدروبتايديز، وبالتالي كده فادني في هذه العمليه. العينه اللي بعديها which is جنتامايسين. طب التريد نيم بتاعه اسمه جارامايسين، ده واحد من الامينو جلايكوسايد. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ قال لك انه هيلزق في ال 30 اس ريبوزوم سابيونت irreversible، وبيعمل irreversible inhibition of البروتين سنسز. طب ماشي، هيلزق في ال 30 اس ريبوزوم سابيونت وهيعمل ايه بقى يا دكاتره؟ قال لك هيعمل inhibition irreversible of البروتين سنسز. طب ازاي؟ هيمنع تكوين الانيشيشن كومبلكس. مش بس كده، ممكن يعمل misreading للكودون ويعمل incorporation of wrong amino acid، وده يؤدي الى bacterial death. ايه سن الادراج اللي كانت الجنتامايسين؟ توبرامايسين، توبرامايسين، ممكن مثلا غير توبرامايسين، ممكن يبقى نيكليمايسين، ممكن يبقى اميكاسيم. ايه السبوتيك يوز بتاعته؟ السبوتيك يوز بتاعته يا جدعان يستخدم في التريتمنت اوف من حالات الصدمه، في التريت اوف نيمونيا كوست مع البيتا لاكتام انتي بايوتيك، بايونوفايتس مع البيتا لاكتام انتي بايوتيك، في المننجيتس مع البيتا لاكتام انتي بايوتيك، بس في المننجيتس هتدي انترا سيكل. يستخدم فين تاني الجنتامايسين؟ قال لك الجنتامايسين الحاجات اللي ممكن يستخدم فيها الجنتامايسين، الحاجات اللي ممكن يستخدم فيها ايه تاني؟ الحاجات اللي ممكن يستخدم فيها قلنا البايونوفايتس وال ممكن برضه يستخدم في البريتونايتس. تمام؟ اشطب يا كتر الكيس انفكشن مش مظبوط ومايكوبلازما مش مظبوط والكلاميديا مش مظبوط. اشطبوهم دول. يبقى استخدامات الجنتامايسين، قال لك ممكن يستخدم هو الجرامايسين، يبقى رقم واحد تتحفظون 3 بي. بريتونايتس مع ممكن مع بيتا لاكتام، اذا كانت كوست بسودومونس. بايونوفايتس مع بيتا لاكتام. ونيمونيا مع بيتا لاكتام. ممكن يستخدم في التريتمنت توبيكال المرهم اسمه جارامايسين. ممكن يستخدم في التريتمنت اوف مننجيتس مع فانكومايسين او مع بيتا لاكتام انتي بايوتيك. ممكن يستخدم في التريتمنت اوف نوزوكوميا بعد النوزوكوميا مش نوزوكوميا في السيفير انفكشن كوزد باي سودومونس. تمام كده يا دكاتره؟ الادفيرس افكتس بتاعته ازاي؟ جي اي تي ديستربنس مش قوي بس اشهر ادفيرس افكت دي بيعني يا دكاتره نيفروتوكسيستي، اوتوتوكسيستي، نيوروماسكول بلوكر، اند اليرجيك رياكشن. طب ايه السبيكتر اوف اكتيفيتي بتاعته؟ بياخد مني جرام نيجاتيف ايروب، ما بيقدرش على الانيروبيك الانيروب، هو بياخد جرام نيجاتيف ايروب، ما بيقدرش على الانيروبيك بكتيريا. بالنسبه للجرام بوزيتيف بيقدر عليها بس ضعيف، وعشان يموت جرام بوزيتيف يفضل ان انت تديه مع بيتا لاكتام انتي بايوتيك عشان تكسر السنول فهو يقدر يختلطها. تمام كده يا جدع؟ فهمتوا الكلام؟ فهمتوش؟ نيجي بقى للعينه اللي بعديه والجينيريك نيم بتاعه اسمه دوكسي سايت، وده واحد من التيترا سايكل وتريد نيم اسمه فيبرامايس. ده بيضرب البروتين سنسز عبرين وبيلزق في ال 30 اس ريبوزوم السابيونت عند حته نيرال اكسبتور سايت، فبيمنع دخول نيو ترانسفير ار ان اي في عمليه تصنيع بروتين. سيميلر دراج ليه؟
الدوكسي سايكلين تتراسايكلين اوكسي تتراسايكلين لميكروسايكلين. ايه السبيكت يوز بتاعت الدوكسي سايكلين؟ قال لك ممكن يساعدك في البروستاتايتس، ممكن يساعدك في الريد سيل انفكشن، ممكن يساعدك في تيتو في اكني، ممكن يساعدك في تاني الدوكسي سايكلين او عيادة التتراسايكلين في التريتمنت بتاع ايه؟ قال لك غير البروستاتايتس والريد سيل انفكشن والاكني ممكن يستخدم في التريتمنت اوف ممكن يستخدم الجاتا في تيتو فيبرو كوليرا، ممكن يستخدم في غير فيبرو كوليرا. قال لك ممكن يستخدم في تريتمنت اوف توليريميا مع الجنتامايسين دي او مع الستريبتومايسين يعني توليريميا. دي امثله ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ طبعا الجاتا دوكسي سايكلين الادفيرس افكت بتاعته بيعمل جي اي تي ديستربنس، ممكن يعمل سودو ممبرينوس كولايتس تتراسايكلين، تاني ممكن فوتو توكسيستي، ممكن يبقى شويه هيباتو توكسيستي ممكن تحصل هيباتيك دامج خاصه في بريدنت في مين بس مش كومون قوي. بيعمل دكاتره ايه؟ بيعمل سلو ديبوزيشن يعني دكاتره في البون، وبيعمل بيرمننت ديسكالريشن في البون يلوش ديسكالريشن، ممكن يعمل دامج برضه في البون مش كويس مش كده ماشي في الاطفال. ممكن يعمل ايه دكاتره من الحاجات الخطيره في الكيدني؟ ممكن يعمل حاجه اسمها فانكوني لايت سندروم، بيحصل دامج في البروكسيمال تيبيول اسمها في التشيلدرن قال لك مش بيستخدم دلوقتي لانه بيعمل تيز ديسكالريشن وبون ديفورميتي اند دنتال هايبوبليزيا. طب العينه اللي بعديها اسمها كلورامفينيكول او الاسم التجاري بتاعه رافنتيكول. ايه الميكانيزم بتاعه؟ ده عباره عن هيميتر اوف بروتين سينسس بس بيظهر في ال 50 اس ريبوزوم السب يونت. عندي البي سايت بيعمل انهبيشن للبيبتيدات ترانسفير وبينهبيت الترانسبتيديشن ريأكشن. تمام. ايه بقى النقطه دي؟ قال لك هو عباره عن كروس بلاتوبايا او كروس بابرين بايا. ايه السبب الكيوز بتاعته؟ قال لك بيصنف في التريت اوف مينجايتس في التيفويد فيفر وهي كان يصنف قال دلوقتي عشان بدا يصنف ريزيستنس ممكن في انروبيك او ميكسد انفكشن. طب ايه الادفيرس ريت بتاعته؟ طبعا مش مخصص هو عباره عن ليفر مكسون سايد انهبيتور. ما ينفعش تستخدمه يا كاترا بيعمل بول ماوند سبريشن. بول ماوند سبريشن بتاعه بيبقى شكلين يا اما دوز ديبندنت بيعمل نيوتروبينيوس وموسيتوبينيا انيميا وبيعمل سيفير ايديوسينكراتيك اكشن سيفير ابلاستيك انيميا اند اسي ابلاستيك انيميا اند فيتال بان سايتوبينيا. ده ايديوسينكراتيك حاجه خطيره وكمان المشكله بتاعتها الريكفري بيحصل فيه لوكيميا. من السايد افكت بتاعته مشهوره خالص برضه كاترا ما ينفعش في نيو بورن او اطفال صغيرين يا دكاتره لسه موجودين وبريماتيور انفانت اللي بيعمل حاجه اسمها جري بيبي سندروم لان ببساطه الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر فالناس دي لسه الليفر عندهم الانزيمات مش شغاله قوي خاصه البروكيوليديز. كمان يا دكاتره الكيدني مش شغاله كويس الدواء ده ما يطلعش يقوم ياثر على الميتوكوندريال بروتين سينسس وتلاقي البيبي بقى يشتكي من ايه؟ تلاقي عنده السكين بتاعه جراي الستول بتاعه لوز ستول لون جرينش تلاقي عنده في مشكله في الريسبيريشن تلاقي المصر بتاعته فلاسيد تلاقي عنده ديستنشن في الابدومين تلاقي عنده درجه حراره واطيه هايبوثيرميا. تمام كده يا كاتره؟ من السنه اللي فاتت هايبر سيستي ريأكشن يصنف في انفت لا ما يصنفش في انفت عشان الجراي بيبي سندروم. العينه اللي بعديها اسمها ازيثروميسين. طيب التريد نيم زيستروماكس ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ نفس الكيس اللي فات بيعمل هيشن بروتين سينسس باي انه يلزق في ال 50 اس ريبوزوم السابقين وبيمنع البيبتي داي ترانسفير ترانسلوكيشن ريأكشن. تمام؟ ايه سيميلر دراج؟ سيميلر دراج زي اريثرومايسين كلاريثرومايسين اريثرومايسين وكلاريثرومايسين. ايه استخدامات الازيثرومايسين؟ قال لك ممكن يستخدم في تريتمنت اوف كلاميديال انفكشن ممكن يستخدم في المايكوبلازما نيمونيا ممكن يستخدم في البرتاسس ممكن يستخدم في الويبنج كاف. هي نفس استخدامات الدكاتره الاريثرومايسين كلاميديا مايكوبلازما برتاسس من الاستخدامات المشهوره خالص. ممكن يستخدم الدكاتره برضه الازيثرومايسين في المايكوبكتيريا مايكوبكتيريا ايفيام انترا سيلولار. معايا؟ دي من استخداماته. ايه الريفرس افكت بتاعته؟ ممكن يعمل نوزيا فوميتنج دايريا في هاي دوز ممكن يعمل شويه ريفرسبل اوتو توكسيستي اند هيل ريفرسبل هيل بلس. ممكن في بعض الحالات يعمل كوليستاتيك جونتس وان كان مش كومن قوي. تمام. ايه الادفانتج بتاعته على الاريثرومايسين؟ قال لك انه اسيد ستيبل اكتر، الابزوربشن اورال احسن، الديوريشن بتاعته اطول، التيشن سبيشن بتاعه اكتر، وكمان الدكاتره التيهان بتاعته اطول فبيتاخد مرات اقل في اليوم وبيقعد اكتر في الجسم. تمام كده. العينه اللي بعديها ده تبع الانتي فاندر وده اسمه كيتوكونازول والتريد نيم اسمه نيزورال. ايه الميكانيزم بتاعه؟ قال ده بيعمل انهبيشن للسنسس بتاع الارجوستيرول. هو مين الستيرول في الفانجل سيل ممبرين؟ هو مين الستيرول في الفانجل سيل ممبرين؟ تمام؟ ماشي. ايه دراج دراج انتر اكشن؟ هو عباره عن انهبيتور اوف الليفر مايكروزال انزيم سيتوكروم بي 450 فبيقلل الميتابوليزم بتاع الفينيتوين او الفارين او اذر دراج. ايه استخداماته؟
يسافر كانديدال انفكشن زي اورال او اسوفجيال فاجينال كانديديزيس في التينيا فيرسيكارا دي فانجل انفكشن. ممكن يستخدم برضه في كوشنج سندروم او بروستات كانسر. طب ليه؟ لان هو انهبيت السيتوكروم منهم السيتوكرومز المهمه اللي موجوده في الادرينال جلاند في السنسس بتاع الادرينال ستيرويد زي الكورتيزونات. والكوشنج سندروم عباره عن حاله فيها زياده في الكورتيزونات، فالدواء ده بيعمل ميشن السنس بتاع الكورتيزونات، فالكورتيزون في جسمك يقل. كذلك الكانسر بروستات دي حاله خطيره، بيبقى الجروس بتاعها الورم ده بيعتمد على الاندروجين، طب الاندروجين ده بيتصنع بواسطه الادرينال جلاند وليه عصا سيتوكروم، فانت لما تدي كيتوكونازول يوقف الادرينال سيتوكروم فيمنع تصنيع الادرينال اندروجين فيبتدي في الكانسر بروست. ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ نو سيرفوتنج ده سايد افكت بتاعته هيباتوتوكسيستي، انه بيوقف السنسز يا دكاتره او بيأسف بيوقف الميتابوليزم هيبت السيتوكروم بي 450 فبيعمل دراج انتراكشن كتيره. بيوقف السنس بتاع الادرينال ستيرويد والتستوستيرون، فممكن يعمل لي دكاتره لو انا من قال السنس بتاع التستوستيرون يعمل لي جينيكو ماستر او امبوتانس والادرينال ستيرويد ممكن يعمل لي ادرينال انسفيشنس. بيعدي بابر باي؟ لا ما بيعديش. بور كروسنج بابر. الباور اللي بعديه اسمه جريسوفلوفين. تريد نيم جريسوفلوفين. ميجاز اوف اكشن بيعمل انهبيشن للفانجر ميتوزس عن طريق انه بيلزق يا دكاتره في البوليمرايزد مايكرو تيبيولز وبيمنع الديبوليزيشن بتاعها. سيميلر دراج هو الادويه انتي فانجل زي فلوسايتوزين او كيتوكونازول استخداماته يصنع في تريتمنت اوف مايكوتيك سكين انفكشن اند هير ونيل. مايكوتيك سكين ومايكوتيك هير اند نيل وسكالب كمان ممكن. خلاص؟ طب ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ ايه هيديك نوزيا فوميتنج دايريا سكين راش فوتو سنسيتيفيتي هيباتيك دامج. تمام يا دكاتره؟ طب اللي بعديها يا دكاتره ده واحد من الانتي تي بي واللي اسمه ايزونازايت. تريد نيم ايزونازايت. ايه الكيس اوف اكشن؟ قال لك ده بيوقف السنسس بتاعه المايكوليك اسيد. بص يا كابتن المايكوبكتيريا ليها حته من بره اسمها مايكوليك اسيد، هو بيضرب السنس بتاع المايكوليك اسيد. وده مميز جدا في المايكوبكتيريا. ايه استخداماته؟ يستخدم في التريتمنت اوف الاكتيف تيوبركيوزس مع ازا دراج. ويستخدم بروفلاكتيك في التي بي لوحده. ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ طبعا يا كابتن بيزود الاكسكريشن بتاع فيتامين بي 6 عشان كده بيعمل لي بريفرانيوميتس. ممكن يعمل لي الرجيك ريأكشن. تالت حاجة ممكن لو زاد الميتابوليزم بتاعه ميتابولايت بتعمل هيباتيتس ودمج. ده دراج انتراكشن عبارة عن ليفر مايكروزون زي انهبيتور يعني مش الميتابوليزم بتاع الفينيتوين. العينة اللي بعديها الريفامبين اتريدين ريمكتان. وده عبارة عن بقى ادوية الانتي تي بي برضه ولكن ده بقى افكتيف. ده عبارة عن انهيبيشن اوف الار ان اي سينسس انه بيضرب الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز. الافكت بتاع بودي فلويد هو الديستريبيوشن بتاعه جامد بتروح يترس في البودي فلويد يعمل اورنج ريد ديسكالريشن. ايه استخداماته؟ رقم واحد في تيتو تي بي وز اذر دراج. تاني استخدام جات اساسا في السفير بوكال انفكشن. تاني استخدام مهم قوي. يستخدم ككيمو بروفلاكسس في المنينجو بوكال منجيتس وكمان ايراديكيشن اوف منينجو بوكال كارير. طب ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ انفلونزا لايك سيمبتوم بيعمل هيباتيتس هيباتيك دامج ممكن يعمل راش ممكن يعمل ثرومبوسايتوبينيا. هو عباره عن ليفر مايكروزون زي انديوسر بيزود ميتابوليزم بتاع الوافرين ديجوكسين الاو كونتراسبتيف الكيتوكونازول بروبرانولول سالفونايل بريدنيزون. العينة اللي بعديها ميسوتراكسيت. ميسوتراكسيت الميكروز اوف اكشن عباره عن انتي ميونو سبريسيف وانتي كانسر. عباره عن انهبيتور اوف الداي هايدروفلويد لاكتيز انزيم. هو عباره عن سكشن انلوج للداي هايدروفلويد بيوقف الانزيم وداي هايدروفلويد لاكتيز مش مهم قوي. ايه استخداماته؟ استخدام في اللوكيميا ليمفوما كروماتويد استرايتس. تمام. ايه بقى الادفيرس افكت بتاعته؟ بص يا كابتن هو مثلا بيبقى بفلويد سينسز فالسينس او التشو اللي محتاجه بروفيشن كتير محتاجه فلويد يحصل لها تقف شويه او ما تعرفش تشتغل. فمثلا بالمر محتاج فوليك اسيد كتير عشان يعمل بروفيشن كتير فيحصل بالمر سبريشن. الميكوزا بتاعت الجي اي تي فيحصل ميكوزا الستريشن. الليفر يحصل هيجاتوتوكسيستي. معناها ممكن يعملها ميسوتراكسيت لو تاخد مواد كبيره بيبدا يتكتر هو بيطلع اسيدك ميتابولايت فتترسب في اليورين ويعمل كريستالوريا. بيزود ريسك اوف الانفكشن لانه بيقلل الاميونيتي. الانتي توت بتاعه بتاع واحد اسمها ليكوفورين او سيتروفيرون فاكتور او فولينيك اسيد. وده عباره عن ايه يا دكاتره؟ هو عباره عن حاجه تتحول للتتر هيدروفوليت من غير ما تحتاج الداي هيدروفوليت تتسنسر. انت عندك الداي هيدروفوليت بيتحول الى داي تتر هيدروفوليت بواسطه اسمه داي هيدروفوليت تتسنسر. فانت الداي ده او اسف الليكوفورين يتحول للتتر هيدروفوليت من غير الانزيم اللي اسمه داي هيدروفوليت تتكتس. العين اللي بعديها اللاميفيودين. اللاميفيودين ده تريد نيم بتاع اللاميفير ده عباره عن يا دكاتره انتي فايرال يستخدم في تريتمنت اوف هيباتيتس بي فايروس وهيباتيتس الهيباتيتس بي فايرال انفكشن وهيباتيتس والاتش اي في.
ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ قال لك يعني انهبيشن للفيرال ريبليكيشن. طب ازاي؟ هنعمل الفيرال ريبليكيشن يا دكاتره ان هو عباره عن شبه فعباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن الليمفيدين هو عباره عن دايركت اكتنج انتي فيرال بيعمل انهبيشن للفيرال ريبليكيشن عن طريق سيتوزين انالوج بيحصل فوسفوريشن كتر ونجيب الفيرال ريبليكيشن بيقدر يدي البوليمريز بتاع الفيروس البوليمريز او الريفستانس بريكتيز. تمام يا كتر؟ يبقى عباره عن سيتوزين انالوج هيحصل فوسفوريشن التراي فوسفيت فورم يقوم يضرب الفيرال دي نيو بوليمريز او الفيرال ريفستانس بريكتيز. الادفيرس افكت بتاعته يا كتر ايه؟ قال لك بيعمل بيمونو سبريشن انيميا جرانوسيتوبينيا ثرومبوسيتوبينيا. معايا يا كتر؟ ممكن يعمل لك هيدك ريستلسنس ماسل بين بريفرال نيوروباسي ممكن يعمل لي بانكرياتيتس ايه الكونتنديشن بتاعته هايبر سنسيتيفتي رينال امبيرمنت لاكتيك اسيدوزز عنده هيستوري بانكرياتيتس او هيباتيك استيادوزز. السيرفس اوف الاير ماشي السيرفس اوف الاير يا دكاتره هو عباره عن نيو دايركت اللي هو صفات نيو دايركت اكتنج انتي فايرال بيضرب ايه يا دكاتره؟ قال لك هو عباره عن بايرينيدين انالوج يحصل له فوسفوريشن ويقوم يضرب حاجه اسمها نون ستراكشر بروتين 5 بي. هو عباره عن مجموعه من البروتينات بيسموها نون ستراكشر بروتين بتطلع اثناء الفايرال ريبليكيشن ما بتخشش الستراكشر بتاع الفيروس لكن مهم الريبليكيشن بتاعه. طب ايه الفانكشن بتاعت الفيروس اللي هو عباره عن ايه اسف البروتين ده؟ عباره عن ار ان اي بوليمريز يبقى عباره عن الدواء ده عباره عن بيرودين انالوج سو فوسفوريشن يقوم يدور على النون ستراكشر بروتين 5 بي بين قوسين هو عباره عن الفيرال ار ان اي بوليمريز يعملوا انهبيشن. يستخدم يا دكاتره قال لك هو عباره عن بيضرب الاتش سي دي اي انواع الجينو تايب 1 اي 1 اللي هو 1 زي 1 اي 1 بي و2 سي 4. ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ قال لك الادفيرس افكت بتاعته بيعمل شويه فاتيج هيديك نوزيا بروريتس انسومنيا انيميا اثينيا. طب الكونترا انديكيشن الناس بتقول ليها انسفشنسي وكذلك يا دكاتره الهايبر سنسيتيفتي دي خلاص. انا حاجه جدا عليها كتر الاوتاكويد السامبل الاولانيه دي جينيريك نيم بتاعها اسمه رانيتيدين التريد نيم اسمه زانتاك. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه عباره عن كومبيتيف انهبيتور او بلوكر اوف الاتش 2 ريسبتور. تمام يا كاتره؟ يبقى كومبيت مع الهستامين اتش 2 ريسبتور. طب اس زي موجوده اللي موجوده على البرايت سيلف بيزات زي فاموتيدين ونيزاتيدين وسامتيدين. استخداماته رقم واحد في تريت اوف بيبتيك جاستك اثر ودولين اثر بيبتيك اثر بيبروموت الهيل وليف السمبل. في النون كومبليكيتد جاستو سيجير فلكس ديزيز. يستخدم كذلك بريفنت ريكونس اوف ستريس السر وسليم مهم في هذه بارنترا. يستخدم برضه يا دكاتره غير ستريس السر يستخدم في ال في بري انستيك ميديكيشن يستخدم كبري انستيميديكيشن عشان يقلل الاسبيريشن. تمام كده يا كاتره؟ ايه تاني ممكن يستخدم في الرانيتيدين؟ احنا قلنا الجاستيك ودين الاثر لان كوبي جلد شغال فلاكس ستريس السر ممكن يستخدم يا كاتره في البري انستيميديكيشن. ممكن يستخدم فين تاني؟ نون انسر ديسبيبسيا. ايه الادريس افكت بتاعته؟ قال لك الادريس افكت بتاعته سينيس مانفستيشن ان ذا فورم اوف كونفيوجن ديليريوم هالوسينيشن ممكن يعمل لي ليكوبينيا. هو مثلا السايد افكت بتاعته قال لك انه ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل لي في بعض الناس برادي كارديا لو تاخد انتروفينس برواد كبيره او رابت. في الالدرلي ممكن يعمل لي كونفيوجن ديليريوم. تاخد انت كاتب تاخد قافل بالتايم او بالليل لان دلوقتي بيبقى فيه هيستامين كتير جدا. عين بعديها اسمه دايمن هيدرونيت فيرست جينيشن انتي اتش 1 بلوكر اسمه دراميمين. الميكانيزم اوف اكشن بيعمل ريفرسبل اند كوتيف بلوك اوف الاتش 1 ريسبتور سيشن فيرست جينيشن. طب ليه اصلا افكتات؟ ايوه افكتات ثانيه بس دي تيك سايد افكت. فمثلا هو ليه انتي ماسكرينك بيقفل الفا ريسبتور ممكن يعني كاتره غير بيقفل الفا ريسبتور لدكاتره ليه الفا بلوكينج اكتيفيتي ودي انتي ماسكرينك. سيميلر دراج زي كلوروفينرامين مثلا والسيبرو هيبتادين ايه استخداماتهم؟ بيستخدم في الرجيك ديزيز بيستخدم كاتره غير الرجيك ديزيز زي الرجيك راينيتس في موشن سيكنس وفي ستيبر ديستربنس وميزيا فوردنج بتاعت البريجنسي ممكن يستخدم. تمام كده يا كاتره؟ ايه الادفيرس افكت بتاعته؟ انتي ماسكينج سايد افكت ممكن يعمل فوتو سيديشن توبيكال يوز الرجيك اكشن ممكن يعمل سيديشن. اه ده في الموشن سيكنس زي السكوبلامين.
العينه اللي بعديها which is loratadine ده H1 blocker ولكن second generation clarentine reverse blocker H1 receptor اسمها دكتور فيكسوكينادين برضه كانت بتستخدم في allergic reaction لكن ما بتستخدمش في motion sickness بس not most important pregnancy غلط يستخدم بس في allergic reactions زي allergic rhinitis allergic dermatitis وبس adverse effect بيبقى headache وdizziness الادفانتج بتاعته ملوش انتي ماسكينج ملوش سيديتيف افكت ملوش ريسك اوف اريزميا والديوريشن اكشن بتاعته اطول. السوماتريبتان السوماتريبتان اسمه تاني تو اميجرامين الميكاس اوف اكشن هو عباره عن اجونست اضافات اتش تي 1 تي فبيعمل كونستريكشن في البلاد فيسز خاصه السبب بلاد فيسز اسمها دايز نوماتريبتان استخداماته اكيوت اتاك اوف ميجرين. الادفانتج بتاعته ممكن يعمل لي تنجلنج سنسيشن باراسيزيا نيك بين جو بين الدكاتره ممكن يعملوا انجكشن سايت رياكشن شيست بين الدكاتره من سبيسيفيك الكورونري نوزيا فوميتنج كونترا ديكيشن خاصه في البريفر فاسكولار ديزيز كورونا ارت ديزيز وهايبر تنشن ما ينفعش هايبر تنشن. العينه بعديها ميزو بستور ايزو ميزو تك هو عباره عن سينثيتيك انالوج اوف بوستا جلاندين اي 1 سمع دراجة لدكاتره ميزو بستور انالوج الاي 1 زي البروستاتين لكن ايه استخداماته؟ يستخدم كبروفلكتيك في نون ستيرويدال انتي فيتو دراج انديوزد بيبتيك السر والسر يستخدم برضه في اندكشن اوف ابورشن ايه الادريس افكت بتاعته؟ او حاجه زي السيفكت بتاعته نوزيا فوميتنج وابدومينال كرامبس اند دايريا معايا ايه الكونترا انديكيشن ما يستخدمش في البريجنسي وما يستخدمش في الانفلاميشن في الجي اي تي لانه بيعمل ورسنج بوتيشن في البريجنسي يخليها تسقط عشان كده دايما تديز من الست تبقى عامله اختبار حمل وما يستخدمش حمل كويس